هنا مخرج اللقاء ايضا يذكرنا بالاهداف. يعني حقيقة الإدارة العيناوية أيضا برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد وبالرعاية أيضا لهذه البطولة من سيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس هيئة الشرف العيناوية، حقيقة على الدعم وعلى ايضا بناء قاعده ايضا والاهتمام بالقاعده بنادي العين والتي تجني ثمارها الان بحصول العين على بطوله هذه البطوله. نجوم يعني او نجوم حقيقه للمستقبل. هناك ايضا جوائز لافضل لاعب في البطولة، لهداف البطولة. كل هذه الأشياء إن شاء الله سنشاهدها من خلال مراسم التتويج. الكل بانتظار الآن مراسم التتويج. يعني العين حقيقة يعني قدم مباراة ممتازة في هذه المباراة، استحق بالفعل أيضا الفريق المغربي لا ننسى، ونشكر كل الفرق.